بسم الله. هذا بعد نتواجدوا في الطريق الوطنية رقم 13 شارع بيران زران، انطلاقة ديالنا اتجاه ديال المدخل ديال طريق السيار. هنايا راه مازال التشوير غيخدموا عليه، تشوير الطرق الأفقي. الأفقي هو هذا اللي كتشوفوه في الأرض، مازال غادي يقادوه. هذه الجماعة ديال مجاط، الطريق هنايا راه صوبوه، صوبوا التراساج. هذه الجماعة ديال مجاط راه خصها تفيق معانا شوية. هنايا هاد الطريق هادي راه في الليل كتكون مظلمة، ما كاينش فيها شي ضو دربح. شفناهم بداو تيركبو بعض الليد، هاهي واحد الليد هنا ركبوها، ولكن هادي راه ماشي خدمة باش تركبو ليد هنايا وتمشيو تركبو ليد، خصهم كلهم يتبدلو. هذا نداء لجماعة مجاط، ديروا شي حاجة اللي تتذكروا عليها. هذا مدخل رئيسي، ها وزارة التجهيز هي صوبات الطريق ودارت لها التراساج تشوير. خاصكم حتى نتوما تجيو تخدموا خدمتكم. واحد البلاكة ديال لوتوروت هنا راه جاية مخبعة مور الشجر، عرفتش هاد البلاكة هادي خصو قيلا شي شجرة يتصبرو ولا شي حاجة لأن ما تيبانوش. كاينين لي سيكليست تبارك الله تيديرو الرياضة، طبعا هادو راه تبارك الله يقدرو يمشيو حتى للحاجب ولا الإفران. هادو لي قدامنا ترى الحركية كثيفة ديال السير في هاد المقطع هذا. هنا ديما تيكونو لي جوندارم على ود الناس اللي كيجيو بسرعة. الطريق اللي على اليمين ديالنا كتدي لبوفكران، هذا قدامنا طريق لوتوروت، هذا داك الكومبلكس التوريستيك. فكما قلنا ان هاد الخدمة ديال جماعة مجاط راه غير مقنعة، خصنا البالي كاملين يتبدلو. هادو اللي فيهم هاد الراس كحل كلهم يتعوضوا بوحدين الليد باش تكون الدخله فيها الضو. شنو كتسناو؟ باش ماشي بنادم يتم داخل المدينه يبان له هنايا بحال غادي في الظلام عادي يلقى شويه ديال الضو. هذه اجواء ما قبل المعرض الدولي للفلاحه سنة 2024. هنايا باش تتراس الطريق هي بنت او الدخلة بنت. هنايا مازالين تنعاودو نذكرو نفس الامر، جماعة مجاط خاصها تصوب هاد الطريق هادي، صوب ماشي الإنارة، ما الطريق راه مصوبة، صوب الإنارة لأنها تابعة لها في التريتوار ديالها. حنا راه في الطريق الوطني رقم 13، الطريق اللي كتدي الطريق اللي كتدي الرشيدية وأزرو. هنا هاد الرومبوان هذا خصهم إن شاء الله باش يساليو الأشغال هنايا، خصهم ضروري يعاودو له شي كوش ديال الكودرون تيبقى يبقى عليه داك التذبذبات. هادي الطريق الوطني رقم 6، هادي بما أن الطريق مازال ما اكتملاتش الأشغال فيها، يعني مازال عندها الوقت ديال المشروع راه مازال ما اكتملش،
الشركه اللي كتقوم بالاشغال راه مازال عندها الوقت، راه جات وزاره التجهيز اللي هي المسؤوله على هذا المشروع هذا، راه دارت التراساج بالصفر، التراساج بالصفر تيعني ان مازال غادي تدوز، مازال غيتدار الكودرون فوق من هذه، مازال طبقات الكودرون هنايا راه دايزه واحد الساقيه ديال المياه الامطار. هذا مشروع مهم، مشروع تتسرع عليه وزاره التجهيز واحد الشق عنده علاقه بالهيدروليك، كاع المشاريع اللي عندهم علاقه بالمياه وما الى ذلك، هي ديال حمايه مدينه مكناس من اخطر الفيضانات. كاين واحد المشروع مهم كتقوم به وزاره التجهيز على المستوى الوطني، وهذه راه واحد الشركه اللي هي فازت بالصفقه، راه عندها الخدمه، راه غادي نبي بالماء بهاد القنوات هادو، غادي نبيهم حتى لمن، حتى لحدا القنطره الجديده ديال تولال، القنطره اللي تعودت مؤخرا. انا بهاد الجوله هادي راه غادي ندوزو هاد الطريق كامله، الانسان في هذه الطريقه هذه كيمشي مرتاح، كاينش مشكل زعما ديال السياقه وداك الشيء الحمد لله. مازال هاد الكوطمه الجناب تقاد ان شاء الله، ماشي الا كان شي توقف، شي سياره بغات دير توقف. هنايا من هنايا تيبانو لي الاليات بزاف، كاينين حدا الرومبو اللي كيدخل البريديه وكيطلع الحي الناعم، واش تيدوزو له الكودرون؟ داكشي اللي قلنا هو اللي كاين، حيت كانوا واصلين على انهم يديروا له الكودرون. هنا على اليسار انتم كتشوفوا الاليه، راه تيخدموا دوك، تيخدموا بالبيطون، تيخدموا واحد القنوات ديال تصريف مياه الامطار. فهنايا كاين واحد الاشغال، ها هما العمال الا شفتوهم على اليسار في الارض، راهم لتحت تيصوبوا دوك واحد الرقارات، كاين القنوات دايزين من تما، غادي ندوزو ان شاء الله من هاد الطريق هادي. راه ما تيصوبو دابا كي قلنا ديون، الله يهديهم يصوبو لنا ديك الطلعه اللي كتطلع لديور البوليس، الله يهديهم عليك يا مولانا. واحد الحفاري تما راه ما تيقنطو، تيقنطو لي ما يقنط. الصبر دابا راه سوق تيصوبوا هاد الجهه اللي من ديال الرومبوان، ومخلين دوزها على اليسار عاوتاني باش تكمل هادي كيدوز الاخرى، لان تما كان واحد الروكارات سيرست. حنا غندوزو من هذا الرومبوان،